اسمعوني بقى يا معلمين، اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص، انا بقالي سنين ماليش شغلانه غير انتم. كل مصيبه بتحصل في اسكندريه من تحت راسكم وبسببكم. يا جمال بيه، انا ماشي بالاصول، الدور الباقي بقى على اللي ما يهموش انه يرشق السكينه في الظهر. يا جمال بيه، دي بضاعه ب10 مليون جنيه، وبعدين ما تلقحش بالكلام يا طايل يا زناتي. انت اللي خليت شغلنا في السوق معركه حياه او موت. شوف يا طايل انت عثمان، انا ابن اسكندريه وعارفكم كويس قوي من ايام ما جيتوا من الصعيد واشتغلتوا صيادين على باب الله، انما دلوقتي بقى بقيتوا حتان والسمك الصغير بيروح في الرجلين، مش كده ولا ايه يا معلمين؟ تمام يا فندم، دول المتهمين اللي اعترفوا يا فندم. انت تبع مين يالا منك له؟ تبع عثمان القصاص ولا طايل الزناتي؟ يا باشا احنا على باب الله يا باشا، لا لينا في الطور ولا في الطحين. وحياة سعادتك يا باشا، احنا كنا قاعدين شغالين في حالنا، لقينا الدنيا هاجت، روحنا نخلص والنوم المخلص اللي سعادتك شايف كده يا باشا. الحكايه كلها بدات تظهر بين شويه عيال وقلب بعركه، والشيطان شاطر يا باشا. انهي شيطان يالا انت وهو؟ الشيطان اللي بيقتل كل يوم منكم واحد؟ بعرضوا كام يالا عشان تقولوا الكلام ده؟ عبد الله يا باشا، فلوس ايه؟ احنا قلنا اللي رايح ضميرنا يا باشا. خد العيال دول يا حسين وخلي ضميرهم يسرع على الاخر. تمام يا فندم. مبسوطين يا معلمين؟ اللي دمه ساح وروحه طلعت العيال الصغيره، واللي بيحط رقبته بحبل المشنقه من العيال الصغيره، وكل دول تمنهم عندكم قرشين، تمن اللي مات وتمن اللي حيموت. ما بقاش جمال مهران، اما كانت اخرتكم على ايدي وقريب قوي يا معلمين. كريم كريم، اصحى يا حبيبي. الله، هما الشمس والقمر بيطلعوا مع بعض ولا ايه؟ يا وادي يا قونطجي، طب انا الشمس ولا القمر؟ الشمس والقمر والهواء والميه يا احلى ام في الدنيا. يا وادي انت، يلا حبيبي الساعه 11. 11؟ سيبتيني انام لغايه دلوقتي ليه يا ماما؟ يا حبيبي ما انت راجع امبارح وش الفجر من شغلك. يا ماما انا عندي مشروع لازم اتمم عليه. طيب اغسل وشك اكون حضرت الفطار. تمام بقى يا احلى ام في الدنيا. استنى حبيبي استنى، خد الساندوتش معاك، اطر بيه في السكه. طب ايدك بقى على المصروف اجيب مصاصه في الفسحه. يا ماما ابن الكبر خلاص، وبعدين قالوا مجهز لي الفول متين تحت. دعواتك يا ماما. مع السلامه. يلا يا سمسمه ما تكسفنيش. يلا يا سمسمه. يا اسطى بص احطها جنب الحيط ولا اوعك شممها واصل يمكن تفوق. يا خفه. طب خليكي بقى يا ماما في المصاصه اللي انت فيها. بعمل لي سميعه قوي وبتسمع حليم. يا عم روح اسمع عليها ربع قبل ما تدفنها. طب يلا يا ماما بقى، يلا جرس الفسحه ضرب. كده مش هنلحق شويه اللي في الاول. ايه حول الله يا رب، دماغها لاسعه خالص. ربنا يشفيك. ايوه يا جدعان، انت تاني؟ اول مره اشوف كاسيت مركبين له عربيه. ممكن بقى تعالي شويه علشان نسمع؟ عينيا، ما كانش عشان خاطرك يبقى عشان خاطر البي اللي معاكي. ولا ايه يا بيه، انت مش معاها برضو ولا ايه؟ وبعدين يا بيه دي حتى نقراها من نقري من الصبح، مش فاهم في ايه. انا بطل دوشه بقى، خلينا نسمع. الله عجايب. معقول يا سمسمه هديتي حيلي وانا لسه ما دخلتش دنيا؟ معلش معلش، تعالى زق معايا والنبي. معلش على السود، ابا خميرة على السود. خلاص تشكر يا زوق، تشكر كده يا سمسمة. يوه
انت تاني؟ حق علينا جايين نساعدك. اوعى. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ بقول لك ايه يا هندسه؟ خد الحته المربعات اللي معاك دي وتوكل على الله. دور دور. ادور انت فاكراها ساقيه؟ يا عم دور وبطل غلبه، دور يا سيدي. طب اما اشوف. الله، بالصلاة على النبي يا هندسه، دي دارت، انت عملت ايه؟ ما يجيبها الا الا ايه؟ ما تخلينيش اندم اني صلحت لك العربيه. وبعدين انت كلامك غريب قوي، مع انك بتسمع لعبد الحليم بس شكلك كده بتسمعه ايه. لا والله، ده انا بحب عبد الحليم وبموت في عبد الحليم وبدوب في دباديب عبد الحليم. خلاص يا سيدي عرفنا، يلا بقى احسن ميعاد السني مقرب. انت مستقصداني ليه؟ استني بس لما ارد الجميل. انا اسمي كريم وانت؟ لا كفايه كده وكبر الجمجمه يلا. طب لو عايز ترد الجميل اديني الشريط بتاع عبد الحليم، بس تسجيلته مش عندي. بس كده؟ ده الشريط وصاحب الشريط وابو صاحب الشريط واللي خلفه ابو صاحب الشريط تحت امره. ثانيه واحده. اتفضل يا قمر، ده عبد الحليم نفسه لو كان عايش كان جاب نفسه وغنى لك. ده انت باين عليك حلنجي قوي. لا والله انا اول مره يطلع مني الكلام ده. انت انت لو مريش شويه معاك عربيه لو شنك كان زمانك علقت نص بنات اسكندريه. طلعت لي في البخت ولا ايه؟ انا مش فاهم. خد امسك. انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ انت اسمك ايه؟ بلاش والنبي، خلي الدنيا منوره. زي ما في نهار في ليل. اقعد بقى يا حدق عد النجوم في عز الظهر. انا ياما عديتهم قبل كده بس ما عنديش مانع اعدهم تاني وتالت ورابع وزي ما انت عايزه. يلا يا بنتي بقى، انا رايحه معاكي علشان الكرتون. نسيبك بقى يا حلوه تعدهم وبقول لي طلعوا كام. السلام عليكم. ايه ده بقى؟ ايه الحركات النص كم دي؟ لا 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 عيب عيب، احنا ولاد بلد برضه ولا ايه؟ يا عم خدها واحنا اتربينا. ولا تلاقيك عايز تفاصل، انت عامل لي فيها بابا نويل. روح يا بابا اشتري بيها عربيه ثانيه. يلا سلام. طب ما قلتوش رايحين سينما ايه؟ نزلني عشان اعرف اتكلم معاك. يا راجل يا راجل، انا كان ناقص ابوس ايدك. ده انا اللي هبوس ايدك. نزلني اعمل معروف، انا مزنوق. اما مزنوق. صباح الفل يا عم ربيع. حرام عليك. صباح الفل يا باشمهندس كريم. اعمل معروف، خلي ربيع ينزلني. يا راجل ارحمه بقى، بيقول لك مزنوق. انت ما عندكش اخوات بنات؟ سيبه النبي يا باشمهندس، خليه مش علق كده، الله لا يسيئك. يا عم بيقول لك مزنوق. الله الله الله، ده هيعملها بجد. هو لسه الصعيدي ده مش عايز يجوز الواد البت؟ قول له انا محكم رايي. ثلاث اوض وصاله. اوضتين وصاله. حاكلك. اوضتين وصاله. اوضتين وصاله. هندوقك نادر. اوضتين وصاله. عم موت. عين البنت يا عم موت. لا 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 انت عايز حمراءك. طيب بقول لك يا استنى يا كريم، الناس دي كلها مستنياك يا ابن خالتي عشان الحوافز. بقول لك ايه، بابا هيقبضنا بالدولار شهرين ولا ثلاثه. طمني. قال يعني يا اخويا فرق معاك قوي، تلاقيك رهنت عليهم من قبل ما تقبضهم. ما انت عارف يا ابو الكرم، خالتي وخالتك من فرع الفقير، وبعدين انما الدنيا رهان كبير. صح، وانا عشان كده هحوش لك. السبوبه كريم استنى. اتفضل يا سيدي، ثلاث شهور حوافز. الف شكر يا باشمهندس. جات لنا اوامر النهارده ان نتنقل المركز الرئيسي، ترقيه يعني. والله حضرتك تستاهلها من زمان يا باشمهندس، الف الف مبروك. ومبروك عليك كمان انت يا باشمهندس كريم. جالك قرار بتعينك انك تكون رئيس المشروع هنا عشان تكمل بقيه المراحل. رئيس المشروع ازاي؟ انا لا يمكن اقبل الوضع ده، ثم ان في غيري يستحقها بدالي، ولا هي يعني كوسه؟ انا اذنك. يا باشمهندس كريم، استنى بس، يا باشمهندس. انا مش ممكن اقبل الترقيه دي يا طاير بيه. طاير بيه؟ يعني خلاص؟ مش هين عليك تقول لي يا بابا. والله يا بابا مش قصدي، بس احنا في شغل. شغل؟ يا ابني انا عامل الشغل ده كل لمين؟ مش لك انت يا كريم. حضرتك عارف رايي في الموضوع ده. رايك ده ايه؟ هو طبق ملوخيه بتحبه ولا ما تحبوش؟ ده شقى وعرق 25 سنه وسوق زي البحر بيبلع اللي يضعف ثانيه واحده. ولو لسه مش فاهم يبقى تسمع كلامي وتنفذ اوامري عمياني، لانه ما فيش غيرك هيقعد على الكرسي ده في يوم من الايام. حقك يا طايل بيه، حقك، عشان انت طايل بيه الزناتي. بس انا كمان من حقي استقيل من اي مكان تتحكم فيا فيه. انا مش عايز الناس تشاور عليا تقول لي بتطايل الزلات يا هو.
انا عايز الناس يقولوا كريم 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 وبس. عن اذنك تفضل تهرب لغايه امتى من كلك ابن طاير السناتي؟ كريم على فين؟ مين دلوقتي يا طارق؟ ايه يا طارق؟ ايه ماله كريم؟ الحق يا طارق وعقله. حاضر. انا مش عارف انت ناوي تعمل ايه في ابوك يا كريم. هو بعتك عشان تضحك عليا بكلمتين زي كل مره؟ اضحك عليك؟ ده انت تضحك على بلدي يا ابني. وبعدين انا مش ابن عمك وبس، انا اخوك يا كريم. يا ترى انا كنت حاسس النهارده اني طاير في الهوا لغايه ما جه عمك وعكنن عليا مزاجي. عمي ده يبقى ابويا وابوك، هو اللي رباني بعد ابويا ما مات الله يرحمه. طب هو يعني هو عشان ابويا يتحكم في مصيري؟ يخرب عقلك، انت لسه ما كبرتش يالا. ايوه طبعا. واكبر ليه؟ ما انا كده كويس. بقول لك ايه يا طارق، بذمتك وعيني في عينك كده، ما نفسكش ترجع عيل زي زمان؟ اللي زيي خلاص يا كريم، اترمى في وسط اللعبه واتقال له هي شروط اللعبه كده، يا قاتل يا مقتول. العيل اللي جوايا مات من زمان علشان الراجل يعرف يعيش. يا نهارك مش فايد، ده انت لابتها غم. تعال اعزمك على حمص الشام. تعال. ما سلام، الحمد لله على السلامة. والله زمان يا زنتية، أجدع رجالة في اسكندرية. ازيك يا عم حسونة؟ تعيش يا كريم بيه، عارفين لما تغيبوا عني يومين كأنكم بقالكم سنين ما جيتوش. ربنا يخليك يا عم حسونة. تعيش يا كريم بيه. لا 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 بلاش 10 جنيه دي. مالها دي؟ ما هي زي الفل اهي. ما أنا عارف إنها زي الفل، أنا مستنيك تقول لي. كل عليك يا كريم بيه. ورد عليك. عارف عمك حسونة ده لو بطل غنى العربية دي تشتغل نار. على صحيح حكاية ال 10 جنيه دي. ملاك يلا طارق ورمها لي من السما. عينين ايه وجمال ايه ورقه ايه؟ ايه يا عم ملاك ايه في الزمان ده؟ لا وايه بيرمي فلوس. قول لك ايه يا طارق، ما تبص عليا اللي انا حاسه، سيبني بقى. شوف يا كريم، الحاله اللي انت فيها دي ملهاش غير معنى واحد، انك وقعت يا حبيبي ومحتاج تاخد درس على ايدي علشان تفهم الدنيا على حقيقتها. ما بقاش طارق ابن الزناتي اما دخلتك دنيا الليله دي. حمد انا زعلانه منك قوي. ليه بقى يا حبيبتي؟ ايه ما وحشتكش؟ اسبوع بحاله وما شوفكش. ده انا لما بغيب عنك يومين بتفتح لي سين وجيم. تحب بقى احاسبك زي ما بتحاسبني؟ بس ما تخلقش اللي حاسب عماد اللي هو بيعمله. وبعدين ما تفتحيش بوقك تاني خالص، انت هتروحي معايا الليله دي. طب ما اجيب بقى بوسه فتحي شهيه. مدى عمدة ماني عمال ايه؟ خالد بقى كويس؟ طب الحمد لله. الترابيزات دي كلها باسمي. ها البقى احنا جوه بقى. ازيك يا مجدي؟ ازيك يا طارق؟ الترابيزة التلاتة بقى. انا اسف يا طارق بيه، الترابيزات كلها محجوزة الليلة دي. يعني ايه محجوزة؟ انا عبد المأمورة طارق بيه. معلش يا طارق، انا حتى ماليش مزاج اسهر النهارده. شرفت اولاد الزناتي. خطوه عزيزه ابو، تعالوا هنا كتير بس النهارده بقى وروني عرض كتافكم. استنى بس طارق، عيب عليك يا عماد اللي انت بتعمله ده. وبعدين يا اخي اعتبرنا ضيوفك الليله دي. ضيوفي؟ لا يا تنط في عبي وعاملني بكلمتين. عمر ما في حد من عيله الزناتي هيبقى ضيف على عيلة القصاص. اهو انت كده مش ابن بلد. عارف لو انت بتفهم في الاصول صحيح ما ينفعش تتحامى في رجالتك دول. ما تيجي نقضيها لو انت راجل لراجل. انا عمري ما اتحميت في حد. لا لا وريني المرجله اذا كنتش عارفها انا اعلمها لك. ارجوكوا انتوا دعوه. لا 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 انا مش معاك. امسك انت دي. انا بيه البوليس وسط. معرفش اسمك اتعور النهارده. ماشي يا عماد، بس خلي بالك لدين في رقبتي وهردهولك في يوم من الايام. والشاطر يا حبيبي هو اللي هيضحك في الاخر. طب يا شاطر وريني بقى جمال خطوتك. Thank you.
صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح النور. يلا بابا. سلمى حبيبتي تعالي انا عاوزك. تحت امرك يا بابا. نور يا حبيبي. اديني لغة. اتفضل. سلمى حبيبتي انا عمري ما حرمتك من اي حاجة. اديني لانشون. كل حاجة بتطلبيها انا بجيبها لك. وبسافر اوروبا كل سنة زي ما انت عاوزها. حتى تقلية الموتوسيكل. كل موتوسيكل بيعجبك بجيبهولك. لدرجة انك انت دلوقتي بقى عندك جراش موتوسيكلات. على الرغم ان انا اصلا مش موافق ان بنت القصاص تركب موتوسيكل وتمشي تلف بيه في وسط الشوارع. دي حرية شخصية يا بابا. يا دي الحرية الشخصية اللي صدعت بيها دماغنا. شوف يا سلمى مش واخدة بالك لما الناس بيشوفونا مع بعض بيفتكروني اختك الكبيرة. اختها صغيرة كمان. خش في الموضوع على طول. يوه يا عثمان مش بفهم انا لما كنت في سنها كنت مخلفاها. وبعدين سلمى يا حبيبتي بابي عايز يطمن عليك وشي بيت العدل. ايه بيت العدل ده؟ جه الاوان انك تتجوزي يا سلمى. وانا برضو بقول كده يا عمي. ده انا مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص. امال بتفكري في ايه؟ سلمى انت ما عدتيش صغيرة دلوقتي. والف واحد يتمنى انه يناسب عثمان القصاص. علشان كده انا ما بفكرش اتجوز. لان اللي بيجي بيجي عشان حضرتك يا بابا مش عشاني. شغل الفلسفة ده انا مش عاوزه. معلش يا بابا عشان انا مستعجلة عن اذنك. ازيك يا حبيبتي؟ حيلك حيلك راح على فكرة. وبعدين ايه اللي في ايدك ده يا سلمى يا بنتي؟ دي قصة الموتوسيكل الجديد. بصي كمان موتوسيكل تاني يا سلمى. انا على رأي المثل اللي معاه قرش محيره يجيب كل يوم موتوسيكل ويغيره. ومن امتى الموتوسيكل بقرش يعني؟ قرش؟ شايف يا عثمان بيه؟ بنتك مش عارفة حاجة في العربي ابدا. طبعا ما انا قلت لك تتربى معايا في بحري. انت اللي بتسفرها اوروبا كل سنة ادي اخرتها. طب ما انتي برضه مربياها يا قول. يا بنتي يا حبيبتي طول ما انتي لابسه الزعبود ده ومدارية حلاوتك مش هتتجوزي. ومين قالك اساسا ان انا عايزة اتجوز؟ تعالي معايا افرجك على الموتوسيكل الجديد. سيبيها يا سلمى عشان انا عاوزها شوية. اوعي تتأخري وراكي. اتفضلي يا ست وود. بالعقل يا بنت خلاص ما بقاليش حد في الدنيا. مالك يا سليمان؟ اختك ماتت. اخت ايه وبتاع ايه؟ ما انت شايف عينيك فله اللي طول عمرها عايشه معايا على الحلوه والمره وبتقاسم لي اللقمه. وقعت قلبي يا راجل وقعت قلبي. الكلام ده حرام. اوعى تنطح. انا عارف اللي طول عمرك في مشاكل بينك وبينها. ايه الغلغه اللي انت عاملها دي؟ ازيك يا انكل فاتح؟ ازيك يا سلمى يا بنتي؟ ايه في ايه حصل ايه؟ مش عارف ايه اللي حصل يا اختي. كنت بعمل خلطه حطاره تأول عصب رحت تعمل زي الناس رجعت لقيت كل خيتها. السرير الإلهي طلع. السرير الإلهي طلع. ربنا يعوض عليك يا سليمان. زي ما جبتها تجيب غيرها. انا عارف انتوا فرحانين فيها كلكم بتكرهوها بتكرهوها بتكرهوها. حلوة قوي 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 سليمان ده. اتفضلي يا سلمى يا بنتي. بس انا بصراحه انكل سليمان صعبان عليا جدا. ما يصعبش عليكي غالي يا سلمى. قوم يا قود هاتي حاجه ساقعه لسلمى. قال صعبان عليها والله ما انا عارفه. هلاقيها منك يا سلمى ولا من سليمان؟ ده اللي يشوفه دلوقتي يقول ان الجنان اتنشر في العيله كلها. ما هي دي الحقيقه يا قود. كده برضو يا بدر مقبوله منك يا بدر. على فكره عثمان بيه جايب عريس لسلمى اي بنت في البلد تتمناه. بس سلمى مش موافقه. ليه لا يا سلمى ليه؟ ما تشوفيه الاول يا حبيبتي وبعدين تحكم عليه. انا ما اتجوزش واحد كل مسته انه غني. تكونيش حتى عينك على حد تاني. جرأة يا طنط قود. هو انتي وبابا هتبقوا عليا؟ مين تاني جاي؟ طيب فل يا بابا اديت يا بنت فل فيها الراعي يقود. فل يا بابا اديت يا بنت فل فيها الراعي يقود. مبروك مبروك يا سليمان. تتربى في عزك. امال يا اخويا ايه الغاغه اللي كنت عاملها دي؟ قلت اجرب اديها نقطتين من دول رجعت زي الحصان ولا كان حاجه حصلت. سليمان انت بخاوي يا اخويا. شوف الجهل ده علم يا جهله ولكل داء دواء. ايه ده؟ ده في ريحه شياط. يا نهار اسود ده في اختراع على النار. في اختراع على النار. هادي بله هادي بله. في اختراع على النار. في اختراع على النار. قول اخوك بقى استنجلينا. سيبك منه خلينا في موضوعنا. قلت ايه يا بدر البدور في موضوع سلمى؟ سلمى يا بنتي فوضي امرك لله وان شاء الله كل حاجة هتبقى خير. موسيقى
سرق منه 10 مليون جنيه. ليه بالفوال وصل؟ طبعا اذنكم يا جماعه. اتفضل يا عصام. العلبه معاك. اهلا يا وجيه بيه، شرفتنا. اخيرا يا عثمان بيه وفيت بالوعد. تعرف ان انا مستني اللحظه دي من زمان قوي. كل شيء بأوان يا وجيه بيه. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا زيزيان. شرفنا. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. لا اتفضل. الله دي سلمى هناك اهي. سلمى سلمى. عن اذنكم. تحت امرك يا بابا. تعالي يا حبيبتي. وجيه بيه الفوال. طبعا انت فاكراه، قابلته عندي في المكتب قبل كده. وهو في حد يقدر ينسى الامر يا عثمان بيه؟ ميرسي وحيد بيه. وجيه بيه. سوري دوشه مش سامع. في الحقيقه انا كنت في باريس وكنت بتمشى في الشانزليزيه، ما لقيتش غير الهديه دي ممكن اقدمها لك. انا مش شايف انها ممكن تبقى على حد غيرك انت. هو في مناسبه؟ من غير مناسبه ولا حاجه، كفايه انك بنت عثمان بيه. هو انت ما قلتلهاش يا عثمان بيه؟ لا لا لا، هيحصل ان شاء الله. ها ايه رايك؟ جميله؟ هي لطيفه. ميرسي قوي قوي وجيه بيه. على فكره وجيه بيه بقى ضيف شرف الحفله دي. مش هوصيك عليه. عن اذنكم بقى، لحسن معالي الوزير زمانه على وصوله. اتفضل. عن اذنكم. اتفضل يا سلمى. مالك عمال تهرجم هنا وهناك ليه؟ اذا كنت تعبان روح انت، خلي محرز يحط عينه على الرجاله. كله تمام يا باشا، ما تقلقش. طيب معالي الوزير على وصول، اتفضل بره واول ما يوصل ابعت لحد يديني خبر. امرك يا باشا. تعالي. تشرب علشان تنسى يا عماد؟ فوق لنفسك، كل فوله وليها كيال، وده الفوال نفسه. الشاطر هو اللي يضحك في الاخر، وانا اكيد اللي هضحك. سامعه؟ ماشي، بكره نشوف. طارق الزناتي يا عماد بيه. ايه يا ابني انت موتنا فين؟ اصبر على رزقك، هتشوف كل حاجه. استنى بس. مساء الفل يا عمده. انت مبلبق حاجه ولا شارب منوع صرم؟ بقول لك ايه، خد الشويتين اللي معاك دول واتكل على الله. احنا مش معزومين عندكم النهارده ولا يا عمده؟ وبعدين بالمره فرصه تصلحنا على حصل منك. قور من هنا انت واللي معاك بدل ما تفنكم هنا. طب بص يا عمده، انا عايزك تبص كويس على الرجاله دول. مالكش دعوه عمده، اللي عند العربيه وحط عقلك في راسك، وخلي بالك النفر منهم بعشرة من الكتاكيت اللي معاك دول. ولا تحب اصالحك بطريقتي؟ الظاهر بقى انا اللي هصالحك بطريقتي. اتكل على الله. تجننت ولا ايه؟ شيل ايدك مع السلاح انت وهو. لا ده الوقت ولا ده المكان اللي تعمل فيه كده. وانت يا سي طارق جاي ترمي بلاويك علينا ولا ايه؟ العفو عثمان بيه. بعدين هو حضرتك مستكتر علينا ان احنا نبقى ضيوفك النهارده ولا ايه؟ بعدين هي دي مش دعوات حضرتك برضه. دعوات دي جات لك ازاي؟ من عماد عثمان بيه، اصله دين عليه وجي الوقت عشان يرد. انا اديتك حاجه يا ابن الزناتي؟ عثمان بيه، عربيه سياده الوزير قربت من الفيلا يا فندم. شوف يا طارق، في ظروف تانية انا كنت اتصرفت معاك تصرف تاني خالص. اتفضل خش خد حق الضيافه انت واللي معاك، واذا كنت ناوي تعمل حاجه انا هغرقك في البحر انت واللي معاك. مفهوم؟ مفهوم يا عثمان بيه. وانت مش ابن طايل الزناتي؟ انت يا ابني طول عمرك عايش مع امك وفي حالك، ايه اللي دخلك في اللعبه دي يا عثمان بيه؟ انا خش يا ابن طايل وما تعملهاش تاني، خليك بعيد عن النار احسن. سلموا اسلحتكم. عينك عليهم، اوعى حد منهم يروح كده ولا كده، وحسك عينك تعمل لي فضيحه الليله دي. ماشي.
شرفتني يا معالي الوزير. اهلا يا عثمان بيه، ازاي الصحه؟ الحمد لله. اتفضل معالي، اتفضل. ايه اللي انت عملته ده طارق؟ امال انا كنت عايز اسيب الواد اللي اسمه عماد يمرمغ اسمه زراتي في الواحد. عشان تعرف يا ابني ان لا القصاص ولا عشرة زيه يقفوا في وش ابن عمك. يا ابني زناتي وقصاص ايه؟ مش هنخلص من الحرب اللي انتوا عاملينها دي. بقول لك ايه، شايف شله الموسس اللي واقف هناك دول؟ مالها؟ عايزك تنقي واحده منهم وترشق معاها. ايه يا عم اتكلم معاها يعني وسيبني اشوف رزقي بقى. سلام عليكم. تعالى تعالى، انا لا زناتي ولا قصاص ومش فاهم بقى حاجه من اللي بيحصل. قول لي اعمل ايه. شايف البوفيه اللي هناك ده؟ انزل البسين. بس انا معيش مايو. يا عم مايو انت بتصدق انت رخم. بس انت عارف البوفيه ده اجمد من بوفيه ام محمود فطور ابنها. مش عارف ايه اللي جابني النهارده. الو مين؟ وحشاني جدا. انت فين؟ في الدنيا يا طروقة. ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يا بنت انا طارق الزناتي، ادخل اي حته انا عايزها. تعجبني يا طروقة. بس المشكله ان الحاجه في باريس غاليه قوي. لا وايه، يقولوا لك زياره المتاحف ببلاش. الناس فايقه ورايقه صحيح. سلمى هانم، سلمى انت سرحانه في ايه؟ تحت امرك يا وجيه بيه. خلاص بقى يا سلمى، وجيه بس من غير بيه. ايه اللي موقفك هنا؟ وانت مالك؟ عيب قوي لما تيجي في حفله القصاص وتقفي مع واحد زي ده. بقول لك يا عبده، عمك عثمان بينادي عليك هناك، هتسمع الكلام ولا روح؟ حسابي معاك هيبقى بعدين، وانت تعالي معايا. تروح معاك على فين يا عبده؟ مش واقفه مع راجل ولا ايه؟ ايه يا ابني انت وهو؟ انتوا تيجوا تتخانقوا على فرخه؟ وبمناسبه الفراخ بقى عمده، الصنعه عصافير بطني بتصوص. حاسس معاك اكل لقمه من الفطة على القصاص. يبقى اسمنا كان عيش وملح مع بعض. السلام عليكم. هلو يا وجيه بيه. اهلا وسهلا. انت تعرفي وجيه بيه رانيا؟ وهل يخفى القمر؟ معقوله قمرين قاعدين؟ هي حقيقي سلمى هي القمر، بس النجوم برضو ليها حق عليك يا وجيه بيه، ولا ايه يا سلمى؟ بالعكس، ده وجيه بيه نفسه يتعرف عليك. وعلى فكرة افكاره شبه افكارك بالظبط، كأنها فولة واتقسمت نصين. وهو وجيه بيه الفوال عنده فولة واحدة بس، ده يجي عنده مليار فولة. ده حكاية افكارك دي اللي شبه افكاري. وده يصح برضو، قول انت الاول. طبعا اذنكم خمس دقائق. اتفضلي. معاكي حق يا راني هانم، واوعي تغيري من صاحبتك. فعلا سلمى دي زي القمر. ايوه يا جدعان، حلم ولا علم يا واد يا كريم؟ لا علم، بس انا بصراحه عمري ما تخيلت اني اقابلك في حفله زي دي يا كريم. مش كريم اسمك برضه؟ لا لا، ده كتير عليا قوي. هو ايه اللي كتير؟ انت مزودها كده ليه؟ طب والله العظيم بتكلم جد، ده انت حتى بتنطق اسمك اني بسمعه لاول مره. وليها تاني وانا بقول كريم كده؟ انت فعلا حلنجي زي ما قالت عليك رانيا بالظبط. رانيا مين؟ طب والمرسى ابو العباس؟ انا الحلنجي ولا اعرف حد اسمه رانيا. صاحبتي يا اخي اللي كانت راكبه ورايا على الموتوسيكل. بقى يا رب اعرف اسم صاحبتها وما اعرفش اسمها. يرضيكي كده؟ طب انا راضي ذمتك. اسمي سلمى، بس انت باين عليك حلنجي فعلا. لا بقول لك يا سلمى. يا نعم. لا بس طعم الاسم. طب ممكن تبطل هزار وتتكلم معايا جد شويه؟ ممكن تقول لي ايه اللي جابك هنا؟ اسمتي ونصيبي، ربنا عالم بحالي، رأف بيا بعد ما دورت عليك في كل حته من يوم ما شفتك. ده انت جبتيلي الخفيف. يعني صدقيني لو قلت لك ان انا كنت بفكر فيك في نفس اللحظه اللي انا شفتك فيها، كاني كنت بحلم وحلمي اتحقق. ده كلامك ولا عشان حافظ لي كلمتين لعبد الحليم؟ بحلم بيك انا بحلم بيك. لا بجد يا سلمى، ده انا طول ما انا ماشي ببص في وشوش الناس ادور عليك وسطيهم، كان نفسي اشوفك تاني. عارف، بس من غير ما تزعل، اللبس الاولاني كان لايق عليك اكتر. بس كده؟ يعني حتى ما بحبش لبس البدله. استني بس استني.
بس كده جميل قوي. ايه رايك قولي ايه تاني مش عاجبك فيا؟ اسمي، شكلي، اي حاجه غيرها. لا هو بصراحه انت كلك على بعضك كده يعني عاجبني. يا عالم يا هو حد يصحيني. خلاص بقى الاحسن، والمرسب والعباس نرميك في البحر عشان تفوق. وبعدين انت ما قلتليش انت جاي الحفله ليه وانت شكلك مش مبسوط. انت كمان شكلك مش مبسوط من الحفله. اصل بصراحه بقى الحفلات اللي من النوع ده والمظاهر الكدابه والدوشه مش اللي زينا. اللي زينا ازاي يعني؟ اللي زينا بتوع عبد الحليم حافظ، على قد الشوق انا لك على طول، خليك ليا. بس عرفي بقى ان انت ما طلعتيش جدع. الله الله الله، انت هتقلب على الوش التاني ولا ايه؟ بقى برضه سلمى تدفعي لي حق الشريك برضه. انا كنت فاكرك بتهزري يا شيخ. لا 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 انا في الحاجات دي حقي وحقك. حقي وحقك ايه؟ امسكي بس، احنا ولاد بلد برضه، ما ينفعش الكلام ده. ايه دي؟ مش دي ال 10 جنيه اللي انا اديتها لك؟ دي قديمه قوي. طبعا ال 10 جنيه بتاعتك هي دي الحاجه الوحيده اللي لمست صوابعك. لا سلمى كل لا كل ال 10 والنبي سلمى كل لا كل ال 10. الله الله مش قادر اصدق عينيا. انا في كابوس ولا ايه؟ ايه اللي موافق مع ده؟ تعالي معايا. تيجي معاك على فين؟ تعمل ايه يا نجم؟ بقول لك ايه؟ بلاش دعوه بيها. اتجننت يا عصام بيه. يا مجنون لسه. كفايه ارجع. انت اتجننت يا بني ادم. انا مش قلت لك 1000 مره تفوت الليله دي على خير؟ انت ايه عايز تضحنا يا بني ادم؟ انت انا برضه اللي عايز اضحك. اسال الست بنتك انت واقفه معانا بتعمل ايه؟ وهنا بتعمل ايه يا عثمان بيه؟ انا اخرس خالص يا ابن زناتي. نزل المطوه بتاعتك دي، خد ابن عمك وتفضلوا اطلعوا بره. انا استحملتكم كتير وقلت يمكن تطلعوا رجاله، لكن فعلا عمر العيل ما يبقى راجل. فلو يا عثمان بيفهمني، انا ما كنتش اعرف انها بنتك. انت عبيط ولا بتستعبط يا ولد؟ اتفضل انت وهو اطلع برا برا. يلا كريم. الله كريم. حصل فيها مصيبه. انا برضو كريم. طارق ايه اللي حصل؟ طارق ايه الحكايه؟ مالك من سال؟ لا 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 لا، اشلام الشامي على المغربي. جرى رانيا، ده كريم ابن عم مالك. عمك مين؟ طارق الزناتي؟ نفسك مش فايته. وانت يا كريمه بتاع سمسمه، انت اللي عملتها بقى. اول ما تشطح تنطح جاي تسوق على سلمى وعثمان القصاص. شوف يا بنت الناس، انا معرفش ان سلمى بنت القصاص، وماليش دعوه بحدوته اللي بين القصاص والزناتيه دي. ويا ريت تفهمي الموضوع ده حصل من غير قصد. يلا كريم مش وقت. السلام عليكم. يلا كريم. وانت بقى زناتي انت رخر ولا ايه بالظبط؟ يعني لو زناتي كان حالي بقى كده. انا بقى ابن خالة كريم اللي هناك ده. ابن خالتك ده راجل بولتي بصحيح. طب سلام بقى احسن يمشي ويسيبوني. هات بقى اللي في ايدك ده، تعالى هنا. يلا كريم. يلا كريم مش وقته. حاسس ان انا مخنوق. يلا يا كريم. مصعد معاك زي ما بتعمل انت وابنك. اسمعني كويس، اذا كان لسه في عندك شويه من مروه ولاد البلد هتفهم انا عايز اقول ايه. الا بنتي يا طيب، كونك تبعت ابنك عشان يلف ويدور عليها دي مش عمايل ناس رجاله. ها امال هو جاي لغايه عندي هنا في بيتي يعمل ايه؟ اسمعني يا زناتي، انا عارف ان اللي حصل ده مش هيحصل تاني، بس انا بقى طلعت اجدع منك وحاسبهولك المره دي لغايه ما انت تربيه وتعرفه الصح من الغلط. خلاص يا سلمى، انا هتصرف وكأن ما فيش حاجه حصلت، بس عايزك تاخدي بالك من نفسك بعد كده. وتعرفي ان ابوكي له اعداء كتير. اكيد ما كانش تعرف يا عثمان انهم عايزين يكسروه، واولهم طير الزناتي. والله يا بابا. وانا متاكد انك انت ما كنتيش عارفه. يلا بقى عشان واجيه بيه زمان وقلق. ده كان طار بيني وبين عماد، وكان لازم ارد له القلم واستاهله. زي ده؟ غوروا من وشي انتوا الاثنين.
بابا. انت تخرس خالص وتسمع الكلام اللي هقوله لك كويس. انا طول عمري ما حافظ عليك ومخليك بعيد عن اللي بيني وبين القصاص، ووافقت انك تشتغل بعيد عني رغم اني محتاجك جنبي. انت عارف الغلطه اللي انتوا عملتوها دي معناها ايه؟ ان كل اللي بنيته يضيع في شربه ميه لما ابني يضيع مني ورقبتك تطير تحت رجلين القصاص ورجالته. ايه اللي عملته يا كريم؟ انا مش هفتح سين وجيم. انت من بكره هتيجي معايا وتبقى تحت عيني. لا من ليله ادخل لم هدومك. يروح معاك فين يا طاي؟ يا ناس حرام عليكم، انا مش ورقه تخطفهم من بعض عشان كل واحد يلعب التاني بيها. وانا بقى ما يهمنيش عيله القصاص ولا اللي بينك وبينهم، واطمن اللي حصل النهارده مش هيحصل تاني، ومستقبلي انا حر فيه، اعمل فيه اللي انا عايزه مش اللي حضرتك عايزه. وكفايه بقى كفايه. لغايه ما ادبر اموري واخده يعيش معايا عقلي يا حريه. نجوم السماء اقرب لك يا طايل. كفايه بقى يا حريه، 23 سنه وهو في حضنك واديك شايف اخر تربيتك فيه. افهميها بقى، كريم محتاج راجل، كريم محتاج ابوه. شوف انت يا ابن زناتي، انا عملت باصلي طول عمري، واذا كنت جاي دلوقتي تجيب الحق عليا وتحاسبني على اللي فات لازم كل واحد فينا يعرف حسابه. انت اللي سبت ابنك وسبتني وجريت ورا الفلوس ومزاجك، انا اللي حميته منك ومن بحر الدم والفلوس اللي انت غرقان فيه. مع السلامة يا طاير. سلامكي. انما ايه اللي انت لابسه ده؟ طبعا يا ابن زناتي تلاقيك جاي من جلابيه بارتي. كنت بقيت عند عم بدر وطنط قوت. انت عينيك حمرا كده ليه؟ انا عندي شويه شيش سوداني انما يجلوا العين. استنى بس عم سليمان، ما عندكش حاجه تجلي القلب؟ انت بتاكل من الاونطه دي؟ ده كلام اعلانات. انما انت بتسال السؤال الغريب ده ليه؟ حيران عم سليمان، لما يبقى جواك كلام كتير عايز تقوله لحد ومش عارف، حاسس ان في سور بينك وبينه، ولما لسانك يتحرك بكلمتين السور ده يخليه ما يسمعكش او يمكن حتى يفهمك غلط. ما لقيش عندك دواء للحكايه دي. شوف يا كريم يا ابني، العطاره دي ممكن تداوي ايد رجل ان شاء الله حتى فشه ولا طحال، لكن في حاجات بتاعه القلب والروح دي لازم البني ادم هو اللي يعالجها بنفسه. يا صحيح بتوجع، بتوجع قوي، لكن ما فيش حلاوه من غير نار. هي كده الحسابه
زي الكتاب. قصدك ايه يا عم سليمان؟ نط على السور يا اخي اللي بينك وبين اللي انت عايز تكلمه. مفيش احساس بالريموت كنترول يا كابتن. انا ما عنديش اي استعداد ابقى طرف في لعبه زي دي. ولو قلتلك بقى ان قلبي حاسس ان كريم ده مظلوم، حتى فكري فيها بالعقل كده. من اول سمسمه. سمسمه مين؟ يا سلام، عامله نفسك مش عارفه دي كمان. ماشي، عربيته المهكعه اللي كان راكن بيها مش احنا اللي وقفنا؟ واحنا برضو اللي بدانا الكلام معاه، وهو حتى مش عارف احنا مين. ها ايه رايك بقى؟ ما يمكن دي كمان من ضمن الالعاب بتاعته. لا ده انت بتتكلمي عن جيمس بوند بقى، بلاش دي. يا سلمى لما كنتوا مع بعض مش بصيتي في عينيه؟ كانوا كدابين ولا صادقين؟ معرفش طبعا. واحده على نياتها زي حالاتك صعب عليها انها تحكم، لكن انا يا سلمى شفت كريم وهو خارج من الحفله كان بينطق بجمله واحده بس، كانه بيوصيني اقولها لك. انا مظلوم يا سلمى. ايش انتي ظالمه بقى؟ على عموم ده موضوع اتقفل. ظالم بقى ولا مظلوم اهو كل واحد راح لحاله. ماشي يا هندسه، بكره تقولي ان رنوشة كان معاها حق. بس بنعم بس 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 يا باشمهندس، احنا جايين في الحته المقطوعه دي ليه؟ هنصطاد بط. بط بالنبله؟ ده ما تجيبش الا سمك. طب ما تقول لنا على الفوله يا باشمهندس. بصراحه يا جماعه بقى الشارع هنا ضلمه واحنا جايين ننوره. ضلمه فين بس؟ ده زي الظهر الاحمر اهو، الا ما في لمبه واحده حتى مطفيه. قصدك دي؟ الحكايه فيها ايه يا باشمهندس؟ ما احنا برضه لازم نفهم يا باشمهندس. خير يا اخينا انت، هو في ايه؟ تعملوا ايه عادي؟ لا لا مفيش حاجه، احنا جايين بس نشيك على اللمبه المحروقه عشان لو في حاجه بايظه ومحروقه. بص حتى بص في لمبه محروقه هناك. جاي تغير لمبه واحده الساعه 12 بالليل؟ وانت مالك؟ نعم؟ ده لابس اسود. هقول لك، اصل عثمان بيتصل بمدير المصلحه وقال لازم نغير اللمبه المحروقه دي حتى لو 3 الفجر، حكم القوي على الضعيف بقى. تخلص شغلك انت وهو اوام، سامع؟ هوا يلا بينا يا جماعه يلا. على اذنك. رايح فين؟ اسكعوا على يا عم تعالى. تعالى تعالى كده، تعالى عطيه. امسك كويس يا باشمهندس، قصدي يا اسطى. بالذمه انت فاهم حاجه؟ صبرك بالله. كمان عطيه كمان. فوق فوق شويه فوق. سلمى 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 سلمى. لو قفلتي هكسر الازاز. يا نعم. عايز ايه؟ وبعدين الجنان اللي انت عامله ده؟ هكون عايز ايه يعني؟ ما عندكيش حاجه ساعه؟ مفيش اسقع من كده. ها قلت لك هكسر الازاز والله. ايوه كده، ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. وكمان ليك عين تتكلم. وانا جاي اشحت منك؟ ولا عينك مني انا غلبان وانت بنت القصاص؟ قديمه يا ابن الزناتي. بقول لك ايه؟ هتسمعي الكلمتين اللي جاي اقولهم لك وانزل من هنا على طول؟ ولا ارمي نفسي من هنا واجيب لك تهمه؟ اوعى. بص بصراحة كده انت يا اما مجنون يا اما بتستهبل على الاخر. مجنون اه، انما بستهبل لا. طب يا رب يا رب، اذا كنت بستهبل يطصني ترمي يجيب داغي. عايز ايه يا ابن الزناتي؟ اولا اسمي كريم، وسيبك بقى من حكاية ابن الزناتي دي اللي منكد عليا عيشتي. ثانيا بقى الورد اللي حواليك ده يجنن يجنن. ما تحني عليا بوردة بقى. اولا يحنن، ثانيا بطل لف ودوران. يعني انا جاي لك برجل لغايه هنا ومتشعلق كده بين السماء والارض عشان الف وادور؟ اسمعيني بقى وبعدين احكم. ها لا، ما هنتزهق على بعض، لا انا هعرف اشرح ولا انت هتعرفي تسمعي. اتفضل احكي وخلصنا. احنا صحيح اتكتب علينا نعيش في عيلتين بينهم حدوته ملناش يد فيها، وانا مش جاي النهارده اصلح اللي بيني وبين عيلتك. انا جاي بس عشان اقول لك يا سلمى، والله العظيم والله العظيم ثلاثه ما كنت اعرف انت مين ولا بنت مين. صدقيني بقى عشان ارتاح وانت كمان ترتاحي. وبعدين؟ وبعدين ولا حاجة. أنا مش عايز منك حاجة يا سلمى. أنا عارف إن بيني وبينك بحر ملوش آخر. ولو إن ولو إن إيه؟ اللي عايز يعدي البحر لازم ينط في الماية ويفضل يقدف يقدف لغاية ما يوصل. بص يا كريم، اللي حصل ده نعتبرها صفحة واتقفلت. وفين بقى الصفحة اللي لينا؟ اللي نكتب إحنا فيها بإيدينا بدل ما غيرنا هما اللي يكتبوا علينا نعمل إيه؟ أنا هسألك سؤال واحد بس، لو كان لينا أي أسامي تانية غير اللي اتولدنا بيها كانت هتفرق؟ لو الورد الجميل اللي حواليك ده له أي اسم تاني مش كان برضه هيفضل ورد؟ عشان تعرفي إن أنا مش بخيل زيك، خدي مني الوردة دي واسأليها إذا كان في أي فرق بين ورد الزناتي وورد القصاص.
هتقولك ان كل تعرفه وتفهمه ويهمها انها وردة كريم لسلمى. اسأليها، انا راضي حكمك وحكمها. يا جماعة في ايه؟ يا جماعة عم عطية ربيع، يا جماعة في ايه؟ استنى يا اخوانا في ايه؟ سلمى سلمى سلمى، ايه يا جماعة في ايه؟ بتنزلوني ليه؟ يا اخوانا حرام عليكم. في ايه يا عم ربيع؟ في ايه يا عم عطية؟ انا كان فاضل لي دقيقة واحدة بس. لا مؤاخذة يا باشمهندس، باشمهندس القصاص تو واصل، لو كان لمحنا شوف ايه اللي هيجرى بقى. يا جماعه كان فاضل لي صفحه واحده بس. معلش بينا بينا يا باشمهندس، مش ناقصين مصايب. طب ونبي دقيقه واحده يمكن تطلع تاني. دقيقه واحده. مساء الخير يا طنط. مساء النور. مش ده برضو بيت الباشمهندس كريم الزناتي؟ ايوه خير. وحضرتك طنط حرية صح؟ ايوه. اهلا وسهلا، اتفضل. غريب. ما غريب الا الشيطان. مستغربة ليه؟ لا اصل كلنا عارفين ان كريم ابن طايل بيت زناتي. اه عشان البيت على قد الحال يعني. الغنى غنى النفس يا بنتي، انما ما قلتليش انت مين. انا زميله قديمه لكريم من ايام الكليه. اهلا يا حبيبتي. اصل في مشروع بين الشركه اللي انا بشتغل فيها والشركه اللي بيشتغل فيها كريم، وانا بصراحه كنت جايه ابلغه رساله عن سؤال كان هو سالهولي. هو زمانه جاي، استنيه. ميرسي قوي يا طنط، يا ريت حضرتك تقولي له ان الاسامي ملهاش اي معنى، وممكن نسمي المشروع اي اسم نختاره احنا، ومشروع الورده هيفضل زي ما هو حتى لو غيرنا اسم. بس اقول له انت مين؟ هو هيعرف لو حضرتك قلتي له الكلمتين دول بس. عن اذنك. مع السلامه يا بنتي. مع الف سلامه. مشروع ايه ورده ايه؟ ولا القاروص؟ اه القاروص يا طروق يا بتاع الفسفور. الحال انا واقع. انت فين يا ابني؟ طهو بقالي ساعه مستنيك، وده السمك قرب يبرد. يا عم انا جبته من الماتش بطلوع الروح. ماتش؟ مش هسيبكم اللعب العيال ده. عازمكم النهارده على سهره، انما ايه؟ لا لا طارق، انا ما عدنيش في السهرات بتاعتك دي. لا والله، انت نسيت اللي عملته مع بنت القصاص في الحفله؟ بقول لك يا طارق اتلم وما تجيبش سيرتها على لسانك. الله 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 الله، ايه يا مالك؟ ما تيجي تاخدني قلمين يا جدع؟ انت مالك واخد الحكايه على صدرك كده ليه؟ بقول لك ايه يا طارق، ابعد عن الموضوع ده، المساله دي ما تخصكش. امال تخص مين يا ابن الزناتي؟ اقول لك ايه يا طارق، ماليش دعوه بكريم، انت اللي زيك ما يحسش بالحاجات دي. حتى انت يا مصعب، اخواننا اللي بتتكلموا فيه ده ملهوش غير نهايه واحده، انا عارفها كويس. كل واحد فينا يختار النهايه اللي تعجبه. اللي يبتدي بالدم لازم ينتهي بالدم يا ابن عمرو. اللي ابتداها هو اللي ينهيها يا طارق. كريم ملوش دعوه بحوادثكم دي، طز في الزناتي وطز في القصاص. معلش يا ابن خالتي، الدنيا دي مش عايزه اللي يقف يتفرج، لازم تخش اللعبه. تراهن وتحارب، هتخسر مره ولا اتنين بس مسيرك هتكسب. اقول لك ايه بتاع التلات ورقات، انت مليون جنيه مني ل 1000 جنيه منك، تراهن؟ اراهن. يلا مش تعرف الاول بتراهن على ايه؟ يا عم مش مهم، ده بيقول لك مليون جنيه منه ل 1000 جنيه مني، لو خسرته يبقى سلفهم لي. قول يا طارق. لو كريم خطى خطوه واحده بس في حدوته سلمى دي، هيبقى فيها بحر دم ملوش اخر. لعلمك بقى، كريم يقدر يعمل اللي كلكم مش قادرين تعملوه، ان شاء الله يخطفها ويهرب. يا رب على حصان ابيض زي حواديت ستك. صح، حلال عليكم انتوا السمك بقى، انا عندي ميعاد مهم، وبعدين بصراحه دمكم تقيل قوي النهارده. سلام.
مساء الخير يا طنط. مساء النور. مش ده برضو بيت البشمهندس كريم الزناتي؟ ايوه خير. وحضرتك طنط حريه صح؟ ايوه. اهلا وسهلا، اتفضل. غريب. ما غريب الا الشيطان. مستغربه ليه؟ لا اصل كلنا عارفين ان كريم ابن طايل بيت زناتي. عشان البيت على قد الحال يعني. الغنى غنى النفس يا بنتي، انما ما قلتليش انت مين. انا زميله قديمه لكريم من ايام الكليه. اهلا يا حبيبتي. اصل في مشروع بين الشركه اللي انا بشتغل فيها والشركه اللي بيشتغل فيها كريم، وانا بصراحه كنت جايه بلغه رساله عن سؤال كان هو سالهولي. هو زمانه جاي، استني. ميرسي قوي يا طنط. يا ريت حضرتك تقولي له ان الاسامي ملهاش اي معنى، وممكن نسمي المشروع اي اسم نختاره احنا، ومشروع الورده هيفضل زي ما هو حتى لو غيرنا اسم. بس اقول له انت مين؟ هو هيعرف لو حضرتك قلت له الكلمتين دول بس. عن اذنك. مع السلامه يا بنتي. مع الف سلامه. مشروع ايه ورده ايه؟ ولا القاروص؟ القاروص يا طروق يا بتاع الفسفور. الحال انا واقع. انت فين يا ابني طهو؟ بقالي ساعه مستنيك، وده السمك قرب يبرد. يا عم انا جبته من الماتش بطلوع الروح. ماتش؟ مش هسيبكم اللعب العيال ده. عازمكم النهارده على سهره، انما ايه؟ لا لا طارق، انا ما عدنيش في السهرات بتاعتك دي. لا والله، انت نسيت اللي عملته مع بنت القصاص في الحفله؟ بقول لك يا طارق اتلم وما تجيبش سيرتها على لسانك. الله 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 الله، يلا مالك؟ ما تيجي تاخدني قلمين اجدع. انت مالك واخد الحكايه على صدرك كده ليه؟ بقول لك يا طارق ابعد عن الموضوع ده، المساله دي ما تخصكش. امال تخص مين يا ابن الزناتي؟ بقول لك ايه يا طارق، ماليش دعوه بكريم، انت اللي زيك ما يحسش بالحاجات دي. حتى انت يا مصعب، اخواننا اللي بتتكلموا فيه ده ملهوش غير نهايه واحده، انا عارفها كويس. كل واحد فينا يختار النهايه اللي تعجبه. اللي ابتدي بالدم لازم ينتهي بالدم يا ابن عم. اللي ابتداها هو اللي ينهيها يا طارق. كريم ملوش دعوه بحواديتكم دي، طز في الزناتي وطز في القصاص. معلش يا ابن خالتي، الدنيا دي مش عايزه اللي يقف يتفرج، لازم تخش اللعبه. تراهن وتحارب، هتخسر مره ولا اتنين بس مسيرك هتكسب. اقول لك ايه يا بتاع التلات ورقات، انت مليون جنيه مني ل 1000 جنيه منك، تراهن؟ اراهن. يلا مش تعرف الاول بتراهن على ايه؟ يا عم مش مهم، ده بيقول لك مليون جنيه منه ل 1000 جنيه مني، لو خسرته يبقى سلفهمني. قول يا طارق. لو كريم خط خطوه واحده بس في حدوته سلمى دي، هيبقى فيها بحر دم ملوش اخر. لعلمك بقى، كريم يقدر يعمل اللي كلكم مش قادرين تعملوه، ان شاء الله يخطفها ويهرب. يا رب على حصان ابيض زي حواديت ستك صح؟ حلال عليكم انتوا السمك بقى، انا عندي ميعاد مهم. بعدين بصراحه دمكم تقيل قوي النهارده. سلام. يا ماما، ام كريم. الله، هي نامت بدري ولا ايه؟ انا ميعاد المسلسل دلوقتي. لا وانت الصادق، في مسلسل تاني بقى انا مش فاهمه منه اي حاجه. قال ايه يا سيدي؟ في مشروع بين الشركه اللي انت شغال فيها والشركه تانية. مشروع ايه يا ماما؟ وبعدين انت من امتى ليكي في شغل الزلط والاسمنت ده؟ اسمعني بقى قبل ما انسى الكلمتين، افتح الباب الاول. ايه عملت ايه في اللي اتفقنا عليه؟ عديت المنش ولا لسه؟ الله، خالتي هنا؟ انت لسه صاحيه لغايه دلوقتي؟ اكيد مستنياني عشان تعشيني. يا واد يا واد بطل اوانطه. قال اعشيكوا مال؟ ده انتوا يظهر طبخنا سوا. يا ابني يا ابني خليني اقول لك الكلمتين قبل ما انسى. بص بقى، زميلتك من ايام الكليه. زميلتي يا ماما؟ شعرفني، ابقى اسالها. بتقول لك ممكن المشروع يبقى له اي اسم تاني حتى لو ما كانش اسمه الورد. الورد. اسيبكم هروح اتفرج على المسلسل. هي خالتي بتعمل فوازير بدل شريهان ولا تفتكر اللي جت دي تكون سلمى مسعد؟ مين؟ سلمى يا اخي. وجات لغايه هنا؟ انت اتجننت؟ عارف انا مسعد، الكلام ده رد على سؤال كنت سالته لها. والسؤال ده اختياري ولا اجباري؟ ما هو الدشين دول هما اللي بيسمعوك غلط. تعالى. ايه ده؟ طب بص، النور مطفي وحاجه مش خير. ايوه يا اخي، مساء الفل يا الصوات، ايه اللي جابكم هنا الساعه دي؟ القلوب عند بعضها برضه. تشكر يا استعطيه. اكسكيوز مي بقى، احنا معنا عيال نفهمها كده وهي طايره. طايره ايه؟ انا مش فاهم حاجه. احنا ما عندناش غير باشمهندس واحد بس اسمه كريم. ربنا يكرمك يا استعطيه. الوينت واقف على الامه بره، وانا جيت من ساعتين وقعت لك كل اللمض عشان تشتغل على ميه بيضه. باين الخطه بتاعتكم طلعت على فشوش. ما هو ده اللي قاهرني. ساعتين يا باشمهندس واحنا واقفين، الباب مقفول والاوضه ضلمه، بس اطمئن احنا معاك للصبح.
فيها يا اخينا انت. احنا بتوع النور، انت نسيتنا ولا ايه؟ يا محمود انت حاجات بسرعه، عثمان بيه على وصول. هو الباب يكون مفتوح، تخلصوا شغلكم بسرعه احسن عثمان بيه جاي. ركبوا اللومه تخلوا الشارع ينور. سامعين؟ سامعين. ينور ايه بقى؟ ده انا هخليها تضلم فوق دماغ عثمان بيه، هادم اللذات ومفرق الجماعات. وانت ولا يهمك يا باشمهندس، خيرها في غيرها، ولا يهمك، لسه الليالي جايه كتير. استنى بس يا عم ربيع والنبي. ما فيهاش، استنى يا ابن خالتي، بيقول لك الاشكيف جاي. اشكيف مين؟ القصاص، مش عايزين مشاكل. بقول لك ايه، انت مش عايز تشوفها؟ ابن خالتك الغلبان ده هو اللي هيخليك تشوفها، سيبها عليا. يلا بينا يا جماعه. يلا. ودي تيجي ازاي بقى؟ ويعني انا لو عارف كنت سالتك، وبعدين الزراني نفسها مش عارفه، يبقى العبد الفقير الغلبان ده هو اللي هيعرف. اخجلتم تواضعنا يا سيموسعد، انت بتثبتني يا حلنجي. ابدا والله، انا عارف ان رانيا دي بنت بلد وجدعه وتفدي صاحبتها برقبتها. غريبه. اشمعنى؟ ابدا، اصل كل الناس فاكره اني بحب سلمى علشان يعني هي غنيه وانا بنت ناس على قد حالهم. ما هو كريم ابن خالتي مسيره هيورث ملايين متلتله، تفتكري ان انا بحبه الحب ده وبعمل معاه كل ده عشان خاطر فلوسه؟ صدق يا مسعد، انا عمري ما كان بيتهيأ لي ان في حد ممكن يعرفني من جوايا زيك كده. كل ما حد يبص لي من تحت لتحت اسمعه من غير ما يفتح بقه بيقول اكيد دي بتعرف سلمى عشان في دماغها حاجه. لكن الحقيقه من غير ما تكملي، الناس اللي زينا كنوز الدنيا بالنسبه لهم، ما تسواش بصله. عارفه ليه؟ عشان احنا اللي بندي للحياه طعم، عشان مش عايزين تمن حبنا للناس، وده بقى اللي مخلينا نقف مع سلمى وكريم ضد اهلهم اللي عايزين يتضربوا بالقديمه. والله يا مسعد انت اللي قلبك زي حته الالماس. هي طب قولي لي هنعمل ايه في موضوع سلمى وكريم؟ هتعملي ايه رنوشه؟ تعملي ايه رنوشه؟ تعملي ايه رنوشه؟ لقيتها يا مسعد. استناني عقبال ما اجيب التذاكر. في تذكرتين محجوزين دلوقتي. ايوه شكل. خد انت بقى التذكره وخش سباني، الفيلم جميل هيعجبك قوي. خش بس. انت رايح فين؟ هروح مشوار بس، اجيب فشار من هنا واجي. طب ما في فشار جوه. ده فشار باللحمه وارخص. انت مش فاهم حاجه، خش اتفرج وانا هجيب. خش خش. بنتي طلعت حكايه يا رانيا، اديت له التذكره ودخلته السينما وجيت لك على طول. فل عليك يا حرنكش. اوكي مية مية. يلا ازيك يا سلمى؟ ازيك انت يا كريم؟ كنت خايف للوردة ما تقولش رأيها. تعرفي يا سلمى ان انا جيت لك في نفس اليوم اللي انت جيتي فيه؟ كان نفسي اشوفك قوي. بس انت مين قالك اني في السينما؟ انا ما كنتش اعرف ان انت هنا. تفتكر انها صدفة؟ صدفة من مسعد ورانيا. ضحكتك حلوة قوي، بتنور الدنيا كلها. انت بتغش من الفيلم ولا ايه؟ طب عينك في عيني كده وشوف اذا كنت بقول الكلام ده من ورا قلبي ولا لا. هو بصراحة باين في عينيك. سلمى انا ايه ده؟ ده الفيلم خلص، احنا مش هنقوم نروح ولا ايه؟ طبعا، بس اسمحي لي يا سلمى اعزمك على الغدا النهاردة. ماشي، بس نظام انجليزي. يعني ايه؟ يعني كل واحد يدفع حسابه. ايه البخل ده؟ طب ما تدفعي انت كله. ماشي، انا ما عنديش مشكلة. انت صدقتي ولا ايه؟ عارفة سلمى انا بحلم بايه؟ بحلم ببيت صغير على البحر، نبقى فيها انا وانتي لوحدينا،
انت بقى بتحلمي بايه؟ مش عارفه، بس وانا معاك بحس ان كل احلامي بجد حبيبتي. بس انا مش قصدي كده، انا قصدي نفسك في ايه؟ بتحلمي بايه؟ مش عارفه. اقول لك انا بتحلمي بايه؟ بتحلم بايه اقول لك عليه؟ ده كل اللي شفته يا حبيبي انا حلمت بيه. بتحلم بايه اقول لك عليه؟ أنا كنت متأكد إنك هتفتحني في الموضوع ده مرة تانية وتالتة وعشرة. والعاشر مرة بقول لك سلمى مش ليك يا عماد. وبعدين أنا اتفقت مع وجيه بيه خلاص. حضرتك عارف سلمى بالنسبة لي تبقى إيه. وأنا بترجاك يا عمي. أنا عارف. بس اللي بيحب حد مش لازم يدور على مصلحته. ولا أنت ناوي تورثني بالحياة؟ أنا طول عمري دراعك اليمين يا عمي في كل حاجة. وأنا دراعي اليمين ده لو ما طوعنيش أقطعه. فاهم يا عماد؟ وبعدين بعمل كل ده علشان مين؟ عشان سلمى وعلشانك. القرش اللي معايا النهاردة هيبقى 10 مع وجيه الفوال. ساعتها هتورث بدل الطقطقين وتلاتة كمان. ربنا يديك طول العمر يا عمي. يبقى تحط عقلك في راسك وتطوعني. لو قدرنا نخلي الجوازة دي تتم النهاردة قبل بكرة عشان نخلي وجيه الفوال يقف في صفنا، الشكل ده ننسى في سنتية من على وش الأرض. انسى بقى يا عماد، خلينا نفوق للشغل الكبير. انسى حبيبي. انسى من امتى كنا بننسى يا عمي؟ اهلا يا بنتي. ازيك يا نادر؟ كنت فين يا سلمى؟ ازيك يا
اول مره يعني تساليني سؤال زي ده وبالطريقه دي. حكايتك مع كريم الزناتي يا سلمى ما تردي. يا ماما انا انتي ايه؟ مفيش يا سلمى في الدنيا دي كلها الا ابن طايل الزناتي عايزه تخلي سمعه ابوك حدوته الناس تتسلى بيها. حدوته ايه بس يا ماما؟ انا ولا بعمل حواديد ولا عايشه في حواديد زيكم. كل اللي بعمله اني بعيش حياتي اللي اخترتها وما سبتش حد يختارها لي. وانا اخترت كريم يا ماما. كده بقى اخترت بحر دم يا سلمى. الدم ده انتوا اللي عملتوه. هتهربي منه ازاي؟ في حاجات كتير ما تغسلهاش بحور الدنيا كلها. سلمى انسيه يا بنتي. لو مش عشان خاطرك يبقى علشان خاطره هو. لو بتحبيه خافي عليه. انت عارفه ابوكي ممكن يعمل فيه وفيكي ايه؟ انسيه. وانا بكره افكرك. كل شهر والتاني يبقى مجرد حلم قديم يا دوبك تفتكري بالعافيه. يعني انتوا مش قادرين تنسوا الدم اللي بينكم وعايزيني انا انسى؟ اشمعنى انا اقدر اغسل احاسيسي في ثانيه؟ سلمى ياما حاجات كتير بنحسها ولازم ننساها في لحظه عشان نعيش يا بنتي. لازم تنسيها يا سلمى لازم. مفيش اتفضلي يا حورية ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده بيتك ومطرحك ولو انه يعني مش قد المقام. ازاي؟ ده انتوا الاصل يا بنت الاصول. بس يعني ايه اللي فكرك بينا بعد السنين دي كلها؟ كريم يا حورية. ماله كريم؟ ابعديه عن سلمى. سلمى؟ سلمى مين؟ سلمى بنتي يا حورية. وهو ماله ومالها؟ اسأليه رجعي له عقله. لا أبوه ولا أبوها هيسكتوا على اللي بيحصل. لو بيخاف عليها وبيخاف على نفسه يبعد عنها ويبعد عن سكتها. قولوا له عايز يحصل إيه أكتر من اللي حصل وبيحصل. الأكل يا أم كريم. إحنا عندنا ضيوف ولا إيه؟ لا مؤاخذة ما أخدش بالي. لا خد بالك يا كريم. عارف دي مين؟ دي طنط الزناد. مامة سلمى. سلمى القصاص. اهلا وسهلا. اهلا. ربنا يخليهولك يا حورية. انت ما عندكيش غيره. ويخليلك يا زينات. انا اذنكم تصبحوا على خير. ماما انا اسكت. عايز تضيع شقايا معاك هدر يا كريم. ما تقوليش كده يا ماما. ابعد عنها يا ابني. ما تضيعش نفسك وتحرق قلبي عليك. ده انا ضيعت شبابي وعمري كله عشانك. عشان طايل الزناتي ما يجركش للحرب بينه وبين القصاص. تقوم تحط رقبتك كنت القصاص. ليه يا ابني؟ انا لو انا اخبيك جوه قلبي. صدقني يا كريم ابعد عنها يا ابني. ابعد عنها. خلاص بقى ماما ما تعيطيش. اول مره اشوفك بتعيطي. انت عارفه ده مع واحده من عينيكي سوا عندي قد ايه. ابعد عنها. اوعدني. مش قادر تقولها يا ماما. انا بحبها. بس على قلبك يا ابني عشان خاطر نار جهنم هتتفتح علينا كلنا.
تحكم عقلك وانساها. ربنا خلقنا بننسى عشان نقدر نعيش. وانا ما اقدرش اعيش من غيرها. هتقدر يا حبيبي، هتقدر. مش كل حاجة في الدنيا بنختارها لو ما قدرتش تنساها بخطر هتنساها غصب عنك. خليها تبقى بايديك بدل ما تبقى بايدين القصاص. امال فين ماما يا سلمى؟ معرفش اهو. ما بترديش على التليفون ليه؟ رانيا هبقى اكلمها بعدين. بالمناسبه انت مش لابسه الشبكه بتاعتك ليه؟ شبكه ايه يا بابا؟ امال انت يا حبيبتي فاكره وجيه الفوال جاب لك هديه بالشكل ده ليه؟ بس انا محدش قال لي حاجه ولا حد خد رايي. وبعدين انا مش ممكن اتجوز بالطريقه دي. امال عايزه تتجوزي بأني طريقه يا حبيبتي؟ على العموم الموضوع ده انا خدت فيه قرار وانتهينا خلاص. مبروك. انا مش هتجوز وجيه الفوال يا بابا. تبقي لحمي ودمي وتخرجي عن طواي. انا صحيح من لحمك ودمك يا بابا، بس ليا قلب وروح وعقل ودول ملكي انا لوحدي. المشكله ان حضرتك معتبرني حاجه من الحاجات بتاعتك. عمرك ما حاولت تعرف انا عايزه ايه ولا بحلم بايه. انا لو طولت اجيب لك حته من السماء. حتى دي لما حضرتك بتجيبها عشان نفسك مش عشاني انا يا بابا. انا مش هتجوز وجيه الفوال يا بابا. هتتجوزيه يا سلمى، والخطوبه الخميس الجاي. لا مش هتجوزه. أول مرة تضربني يا بابا. هتكون آخر مرة. أنا مش هسمح لك إنك أنت تخرجي عن طوعي أبدا. ما تفتكريش إن البدلة اللي أنا لابسها والفيلا والعز اللي أنت شايفاه ده كله ممكن يخبي الصعيد اللي جوايا. الصعيد اللي الشمس سوته جوه فرناه والبحر عجنه بميته الملحة والدنيا مربطته من رصيف لرصيف. هو ده الصعيد اللي قدامك واللي اتبنى ده كله مش هيخلي حد يهده ابدا. وبنتي مش هتخرج عن طوعي الا لما اسلمها لطوع الراجل اللي انا اختاره. كل حركه من النهارده محسوبه عليكي خطوه بخطوه. فهماني يا بنت القصاص؟ عايز اقولك على حاجة. مامتك شافتنا مع بعض النهاردة. كلنا مش مهم يا كريم. في مصيبة حصلت. في ايه؟ قولي يا سلمى. بابا اتفق مع وجيه الفوال على الخطوبة الخميس الجاي. كريم انت ما بتردش عليا ليه؟ انا عارفة ان مفيش في ايدك اي حاجة تعملها ولا بايدي اي حاجة. عارفه كمان ان احنا كنا بنحلم ولازم نصحى. سلمى انا مش هسيب حد يختار لنا حياتنا. هتعمل ايه يا كريم؟ هعمل اللي لازم كنت اعمله من زمان. عمر يا استاذ.
من فضلك عايز اقابل عثمان بيه. نقول له مين حضرتك؟ قول له كريم طايل الزناتي. ايوه عثمان بيه. جاي. كريم طايل الزناتي. بتقول مين؟ كريم طايل الزناتي. هو جاي لوحده؟ طيب فتشوه كويس وخلي الرجاله تطلعه. في مصيبة هتحصل هتطير فيها رقاب. كريم بيه يا مهدي. صباح الخير يا عثمان بيه. عايز ايه يا ابن زناتي؟ الكلام اللي عايز حضرتك فيه ما ينفعش الا بيني وبينك. انا من امتى بتكلم مع عيال صغيرين؟ اذا كان ابوك عايز يقول حاجه يجيلي بنفسه لغايه هنا يقولها لي، واقول له بقى يبطل يلعب بيك لحسابه. انا مليش دعوه بابويا عثمان بيه، ولو ان ابويا ده في يوم من الايام كان اقرب الناس ليك. اللقمه بتقسموها سوا وتغمسوها سوا. انت ايه حكايتك يا ابني؟ جاي تحكي لي حدوته قديمه ماتت واندفنت من زمان؟ خش في الموضوع على طول يا ابن الزناتي. عثمان بيه انا بطلب ايد سلمى. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك انا طالب ايد سلمى. يبقى هو ده الملعوب الجديد بتاع طايل. انا قلت كده من الاول من ساعه ما شفتك وانت بتحرجم عليها في الحفله. صدقني يا عثمان بيه ابويا ملوش دعوه بالموضوع. انت ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا بتستعبط؟ اذا كنت كده ولا كده شيل سلمى من دماغك خالص، واوعى تجيب سيرتها على لسانك. وتفضل بقى علشان انا عندي شغل. طب مش حضرتك تاخد رأيها؟ يمكن توافق. اخد رأي مين يا ولد؟ يوجين ومعبود، ان ما كنتش في مكتبي كنت خرجت من هنا شايلينك علشان يتوك تحت التراب. اسمع يا ابن زناتي، لو شفت وشك تاني مرة مش هيكفيني من ان اموتك وبس، هقطعك حتة حتة عشان ابوك ما يعرفلكش طريق برا. اخرج.
كده حسابك مع ابوك هيبقى تقيل قوي يا كريم. انا عمري ما كان في بيني وبين ابويا اي حساب. انت اتجننت يا كريم. انت لو كنت مكاني كنت عملت اللي انا عملته. بقول لك ايه؟ لغايه هنا ولازم تفوق يا ابن سناتي. يبقى انت كمان معاهم عليا يا طارق. رايح فين؟ يا كريم اسمعني كويس. لو الدنيا كلها ما فهمتكش محدش هيفهمك قدي. ابوك وامك مش هيعرفوك اكتر مني. اول مره افهم معنى كلمه بيحب موت. يعني الحب عندك في كفه والموت في الكفه الثانيه. طب ما تقف معايا يا طارق. غصب عني واقف جنبك يا ابن عمي لان انت اخويا. ما اقدرش اسيبك لحظه واحده. تفتكر انا راضي عن اللي بيحصل ما بين الزناتي والقصاص؟ فكرك انا مبسوط من الحياه اللي انا عايشها؟ بس الايام علمتني ان الدنيا كده، يا قاتل يا مقتول. انا بقى لا عايز ابقى قاتل ولا مقتول. مش بمزاجك. وبكره افكرك. هدي انت بس اللعب اليومين دول، وبعد شهر ولا اتنين محدش عارف ايه اللي هيحصل. طب ممكن اطلب منك خدمه؟ كريم بسرعه يا كريم لحسن النهارده ما عديش على خير. حاضر يا طارق. ايوه سلمى. انت فين يا كريم؟ فين البلكونه؟ عايز اشوفك. وحشتني قوي يا كريم. انا رحت لباباك النهارده يا سلمى. بجد؟ كان نفسي نفرد ايدينا لفوق بحر الشوق الشوق حبيبك ما معرفش ليه حاسس كأني نجمة وانت القمر بقدر أشوفك كل ليلة لآخر السهر بس لو فكرت مرة أحضنك مستحيل مستحيل يا قمر. أيوة يا بدر خير. أيوة في إيه يعني؟ الساعة 5 ضروري أوي. طب هتقولي إيه الحكاية يا بدر يا يحني؟ أنا تعبان واللي فيها مكفيني. طيب حاضر 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 مع السلامة. ما تكمل يا سيروميو. يا بابا انا بحبها. بتحبها؟ يا ابني اصحى بقى وفوق لنفسك. اللي بيني وبين ابوها ما تقدرش لا انت ولا هي تهربوا منه. يا بابا انا ابني اللي بيحب ما بيفكرش نهايه حدوته الحب ايه. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايز تضيع في شربة ميه وتهد كل ده اللي بنيته؟ يكون في علمك انت هتسيب اسكندريه مصر كلها لمده شهرين ثلاثه لغايه ما تطلع الحكايه دي من دماغك خالص. مفهوم؟ اتفضل يا عثمان. خد يا طايل. عارف يا طايل انت عثمان احنا ما تقابلناش من كام سنة؟ 25 سنة. نفسي 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 قصص سمكة قرش وقرقشها. خد قرقش دي. ايه القرش؟ لا وتاكل اللي اكل القرش. حلوة حلوة. ولع تيس. انت مخبي ورا فيك امك ولا ايه؟ اوعى كده انا مش حرامي. اهدى بالفلوس. مالكش حاجة عندي واعلى مفخدك الكف. Thank you.
كايل والله ما يكفيني 10 من رجالك صاحبي. ترفع علي المطوى يا عثمان. كفاية يا عثمان انت وطايب. خليك بعيد يا بنت. لا طار ومش هتسيب ابدا. انتم لسه عايزين الجرح يفضل مفتوح يا عثمان انت وطايل. شوف يا عثمان طايل ما يعرفش اللي في دماغ كريم. وانت ايش عرفك يا بدر؟ اسكندرية كلها عارفة ان كريم طلب منك اتسلمة وانت ملضش تمدي له ايدك يا عثمان. بقى الحكاية بقت زي اللي بينا كل واحد يمضغ فيها شوية. قطع دراعي ان مكان الزناتي بيرسم على تقيل عشان يبوظ جوازة بنتي من وجيه الفوال ويخلي سيرتها على كل لسان. وفيها ايه لما ترضى ان كريم يتجوز سلمى يا عثمان؟ لا يا بدر انت كده بدل ما جيت تكحلها عمتها ما تكلم بالعقل يا راجل. خلاص يا بدر ارتاح. اهو طايل هو دلوقتي اللي بتمنع عايز يسبوكها عليا. اسمع يا طايل ابنك لو قرب من بنتي انا هنسفه نسف ولو روح في ايده مش هجوزها له لان ساعتها الناس هتقول اني جوزت بنتي عشان كسر عينها وعين انا كمان وعشان انا بقى اللي هكسر عينكم. بنتي هتتخطب لوجيه الفوال الخميس اللي جاي وفي حفله اسكندريه كلها عمرها ما شافتها ولا هتشوف زيها. رايك ايه في الكلام ده طاير؟ بدر يا اخويا مش اللي بيني وبين القصاص مصانع الحداد لكنه بيتكلم صح. احنا صعيدة ونعرف الاصول وانا عن نفسي كلها يومين تلاتة وابني كريم يسيب البلد خلاص. عمر كريم ما هيبقى لسلمى ولا سلمى هتبقى لكريم. سلام يا اخويا. سبحان الله طايل وعثمان اللي عمرهم ما اتفقوا بيتفقوا النهاردة ان كريم ما يكونش سلمى. من عارف يا عثمان انت وطايل بكرة حيكون في ايه؟ حلكم الله زوجين على سنة الله ورسوله رزقكم بالبنين والبنات. انتم الان زوجين على سنة الله ورسوله. الف مبروك خلينا في الفرحة يا كريم. لحظة زي دي تسوى عمرنا كله. ده انا اللي عمري ملك ايديك يا سلمى. ولا اقولك كفاية عليك ملايين القصاص. جرى ايه يا ابن الزناتي هتلبخ ولا ايه؟ هشتكيك لبابا. هون عليك يا سلمى. ما تهونش يا كريم. سلمى الشربات يا عرايس يجعل ايامكم كلها سكر وعسل. مرسي يا طنط قوت ما تحرمش منك. شكرا يا طنط قوت. هلا وشفا. اقولك يا طنط قوت ما عندكيش شربات مانجا؟ لا ما عنديش. وبعدين انت مستعجل على ايه؟ ما انت قدامك سوق الفاكهه كله. ماشي يا طنط قوت ماشي. بالهنا والشفا. متشكرين يا ريس بدر. خيرك سابق يا سيدي. نجملك في الافراح عن اذنك. السلام عليكم. رايح فين يا مولانا؟ خد 5 نقط من دول هتخليك تجري زي الرهوان وابقى ادعيلي لما اشوف يا سلمان يا عطار. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا مولانا. مبروك مبروك يا ولاد مبروك. انا شفت كتير وقليل بس ما شفتش جنان بالشكل ده. اللي شفته الليله دي خلاني احس اني ما شفتش حاجه خالص. انتوا ناويين على ايه؟ الواد طارق جه لازم انزل قبل ما يطلع. كريم انا هشوفك تاني امتى؟ هانت هانت يا ولاد كلها يومين ثلاثه ونحط ابوك وابوك قدام الامر الواقع. يلا يا كريم يا ابني قبل الطوبه ما تيجي في المحطوبه وبعدين امسك الدفه بعد كده زي ما انت عايز. يكون عمك بدر قال لابوك وابوك. مع السلامه يا سلمى. يلا كريم. يلا يا حبيبي. يلا يا ست العرايس. يلا احنا كمان نروح لحسن ابوك بيحسب لك الدقيقه وانا ما صدقت خطفتك منه. انا عايز كل حاجه تتم خلال 5 دقايق. فهمت يا فندم. Thank you.
ايه؟ عايز ايه؟ انت اللي عايزه تعملي فينا ايه يا بنت عمي؟ يعني ايه اعمل فيكوا ايه؟ انت سكران ولا ايه يا عماد؟ انا مش سكران، انا فاهمك كويس قوي وعايز اعرف ايه اللي بينك وبين كريم الزناتي يا بنت القصاص. ما تتكلمش معايا بالطريقه دي تاني، واللي بيني وبين كريم انت ما تحسوش. ماشي يا بنت عمي، ايه رايك نلعب على المكشوف ونفرد ورقنا وكل واحد فينا يقول اللي جواه؟ انت مش عايزه تتجوزي وجيه، وانا كمان مش عايزه تتجوزيه. عارفه ليه؟ ان مش بعد العمر اللي انا خدمت فيه ابوك يجي واحد غريب يشيل الجمل بما حمل. سامعه؟ انت مالك انا اتجوز مين وما اتجوزش مين؟ لا ده انا مالي بنص العز اللي انت فيه ده، انا دفعت عنه برقبتي وبكل كياني. سامعه؟ هاي لما عزت القصاص ده من حقي انا. عايزه تعملي ايه؟ عايزه تهدي ده كله؟ وكل ده عشان مين؟ عشان خاطر كريم الزناتي؟ لا مش هيحصل ابدا. سامعه؟ مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش على وش الارض. شيل ايدك واسمعني بقى، انا مش هتجوز اي حد في الدنيا دي كلها الا كريم، واعلى مفخلك اركبه. ماشي ماشي يا بنت عمي، انا بقى همسحولك من على وش الارض. سامعه؟ همسحولك من على وش الارض. اوعى تلمس شعره منه يا عماد، لو لمست شعره منه يا عماد هقتلك هقتلك. رد يا كريم بقى رد. كريم عندي ليك خبر جنان. خير يا طروق؟ يا ابني انت فين من الصبح؟ ابوك يا عم خلص لك الفيز في ساعه ثمن واحده وحجز لك بكره بالليل. الف مبروك. خلاص يا طارق ما عادش ينفع. هو ايه يا عم اللي ما عادش ينفع؟ هو انت كان في بينك وبينها ايه غير شويه نظرات زي بتوع المراهقين؟ خالتي وخالتك واتفرقت الخلات. لا يا طارق، اللي بيني وبينها ربنا شاهد عليه. بص لي هنا يا كريم، انت عملت ايه؟ انا اتجوزتها يا طارق. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيوتنا كلنا. انت ما بتحسش يا اخي؟ انت عايز تودينا كلنا في 60 داهيه؟ انت مش داري يا كريم ان انا مش عايش حياتي علشان اعيش دول ليك، علشان احميك؟ انت عايز اكتر من كده يا كريم؟ ما تفوق بقى يا اخي فوق. فهمني بس يا طارق، انا اللي عملته ده هو الصح. لا مش صح يا كريم، انت عملت كارثه مش عارف هتودينا كلنا فين. صدق بقى الواد كريم ده طلع عتره قطع عرقه وسايح دمه، اهو اتجوزها. ايدك بقى يا سي طارق على الرهان، مليون جنيه ما يخسوش مليم. اسمع يا ابن الزناتي، انت لفت من ايديا مره واثنين وثلاثه، المره دي بقى تشوف عزائيل بعينيك. اهلا يا عمده، انت ايه اللي جابك؟ ولا الهوا رماك؟ ابعد انت، دورك لسه ما جاش. انا عايز ده. انت جاي تتحمى في رجالتك يا ابني؟ اتكلم على قدك، انت لو بتفهم في الاصول بصحيح يبقى راجل راجل. انا عايز اشوفه بقى اذا كان راجل صحيح ولا لا. كريم عامل لي فيها روميو، ما تقوم وترد عليها زي الرجاله. المرجاله مش بالدراع يا عماد. امال بايه؟ بايه؟ كريم قوم يا كريم. افهم بقى. يا عماد يا عماد، انت لو تعرف اللي بيربطني بيك ما كنتش عملت كده. مفيش بيني وبينك غير الدم يا عماد. اديني لحظه واحده بس اشرح لك. تشرح لي ايه؟ انا بقى اللي هشرحك. كريم كويس؟ بسيطة مفيش حاجة الحمد لله. Thank you.
يا رب كريم يا رب. انت عمرك ما كان ليك في الدم يا ابن عمي. تنساش تقول له مساعدة على 1000 جنيه عشان انا اللي كسبت الرهن. طارق 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 أنا ما باخدش عزا. العين بالعين والسن بالسن. والقاتل يقتل ولو بعد حين. ويا ترى مين القاتل ومين المقتول المرة الجاية؟ اسمع يا عثمان. ابن كريم كان بيدافع عن نفسه. اسمع أنت يا زناتي. الكلام ده تقوله في المحكمة. أنا بقى مش بتاع محاكم. لإذن يا باشا. أصلي ما نمتش من امبارح. ولسه ورايا شوية ترتيبات. طيب يا زناتي احسن لك تسلم ابنك قبل ما يحصل له حاجه. عثمان مش هيسيبه. وانا كنت مخبيه يا باشا. يا ريت تلاقوه وتقولوا لي اراضيه فين. ما نجيلكش في حاجه وحشه يا جمال بيه. لو في سابع ارض تجيبوه. فاهمين؟ انا مش عايز الدبان الازرق يعرف له طريق بره. تحت امرك يا تلبي. داخل ومخارج اسكندريه يتعمل عليها كردون قبل الدنيا ما تلاقي اللي يكون عندي. ليه؟ ليه عملت كده يا كريم؟ أنا وقفت قدام العالم كله عشان ما نبقاش أنا وأنت جوه اللعبة وبرضه بقينا جواها. على الأقل أنت عرفت تقف مع مين وتصف مين. لكن أنا أقف مع كريم مين فيهم؟ حبيبي اللي اخترته ما بين الناس كلها ولا عدوي اللي قتل ابن عمي؟ أنا عمري ما كنت عدوك يا سلمى. أنا حاولت وما قدرتش.
ايه شغل الجناني اللي ابوكي عامله ده؟ كونك متجوزه قلنا ما يعرفش، انما يعمل عملته دي وجدت تبنى خول السما بردتش. هو في مصيبه اكبر من اللي انا فيها دي يا طنط قوت. كل مشكله وليها حلال يا بنتي. ان مشكلتي يا طنط، مشكلتي اللي انا ما اعرفش انا اللي حطيت نفسي فيها ولا الظروف هي اللي حطتني فيها غصب عني. انا حبيت كريم ومن وسط الناس كلها يطلع حبيبي هو نفسه عدوي. ما تقوليش كده على كريم، ايش حال ما كنتيش انتي اللي عارفه الحقيقه. يا ريتني ما عرفت ولا عشت ولا حتى اتولد. انا حموت نفسي. استغفر الله العظيم يا بنتي. شوفي انا هجيلك بكره قبل الفرح بساعتين وان شاء الله هيكون معايا الحل. واحد اتنين تلاته، قول. ايوه دي ازازه المنوم اللي هتديها لسلمى، دي اللي هتخليها قطع النفس خالص. وانا هصلك بالازازه اللي تفوقها، هعمل التركيبه بتاعتها دلوقتي. بس ما تتاخرش عليا، انت عارف الفرح بالليل. يلا بسرعه زق عجلك. طيب. بسرعه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا مسعد؟ مش كويس خالص يا ابن خالتي. مالك يا مسعد في ايه؟ سلمى يا كريم. مالها سلمى؟ انت ابوها هيجوزها الليله دي للفوات. كريم مهما تكون ايامك برد وحبك نار جمد قلبك، هفضل احبك مهما اتناحت يتعب من طول المشوار جمد قلبك، هفضل احبك ما انا من يوم ما عرفت الحب وحبك معاك. خلاص ما بقاش في اختيار. يلا بقى يا بنتي قبل الفاس ما تقع في الراس. اختار ازاي بين موت وموت؟ اعيش حياتي اللي هم اختاروها لي ولا اختار الموت بايدي؟ لا انا مش هختار الموت ولا بايدي ولا بايدهم. مد ايدك لايديا وبكره الصابر اوعى تخون الحب وتكره مهما تكون جمد قلبك، هفضل احبك ما انا من يوم ما عرفت الحب وحبك معاك. عايز اقابل عثمان بيه. فتشها عشان دي. نضيف يا محرز. عايزه في ايه؟ النار مش ناقصه بنزين يا كريم بيه. انا جاي اطفيها مش هولعها. قول له يا عثمان بيه زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي سلمى مراتي على سنه الله ورسوله. ده ملعوب تاني من العيبك، طالع خبيث زي ابوك بقى. اجرامك وجنونك يوصلوك لحد كده؟ والله عار يا ابن سناتي. قسمت جوازها يا سيدنا الشيخ. يا عثمان بيه انا عمري ما لعبت بسلمى، انا حبيتها من غير ما اعرف انها بنتك، وهي كمان حبتني من غير ما تعرف انا ابن مين. اوعى تجيب اسمها على لسانك، الورقه دي متفبركه. سلمى بنتي عمرها ما خرجت عن طوعك. لا يا بابا انا صحيح عمري ما خرجت عن طوعك، بس انت اللي ما اديتنيش فرصه اختار.
وانا اخترت كريم. كريم جوزي يا بابا. بتقولي ايه؟ العقد سليم يا عثمان بيه، سلمى مرات كريم. ما تنطقاتي، محدش هيبقى في طريقي، مش هسيبك تدمر عثمان الجصاص يا ابن السناتل. سلمى 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 سلمى، رجع لي يا حبيبتي، رجع لأمك يا سلمى. كان نفسي توافق على اللي اخترناه يا بابا، وانا عايشة الحلم كنت عارفة ان هو هينتهي بكابوس، وانا في عز الفرحة كنت بحس بخنجر مرشوق جوه قلبي وبيقول لي فوقي اصحي، الحدودة دي اخرتها الموت يا اما الجنون. بس احنا اخترنا يا كريم حتى لو كان الموت. سلام حكمت المحكمة في القضية 314 استئناف على المتهم عثمان بكري القصاص بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وحكمت المحكمة في القضية رقم 1412 استئناف ببراءة المتهم كريم طايل الزناتي. بتحلم بإيه؟